برشلونة عايز يصالح جماهيره، بس ريال مدريد مش هيسيب صدارة الدوري الإسباني. كلاسيكو منتظر منذ بداية الموسم، ولكن هل برشلونة هيقدر على مصالحة جماهيره، ولا ريال مدريد اللي مش هيسيب الصدارة هيكون عنده رأي تاني؟ بماذا سينتهي الكلاسيكو القديم ما بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أما عن الكلاسيكو الجديد فمانشستر سيتي وليفربول، أو ليفربول ومانشستر سيتي بحكم إن المباراة على ملعب الأنفيلد. ليفربول بيبحث عن الانتفاضة أمام مانشستر سيتي، مانشستر سيتي اللي ماشي بيدوس على أي منافس ليه جوه ملعبه أو بره ملعبه مش هتفرق معاه، اهم حاجه ان هو ياخد منك الثلاث نقاط ويلاحق بارسنال المتصدر للدوري الانجليزي. كلاسيكو قديم وكلاسيكو جديد، نحن على موعد يوم الاحد الجبار في الموسم الكروي. تشافي وما سيقدمه امام انشيلوتي ويورجن كلوب، وهل قادر على هزيمه جوارديولا بالفكر والتكتيك الفني الكامل؟ هنا نبدا حلقتنا اللي هتكون قرايه كامله للماتشين. بس قبل ما تبدا، صلي على رسول الله وخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناه، عايزين نوصل ل 1000 مشترك قبل كاس العالم، وحط لايك للفيديو، ويلا بينا على ملعب الكلاسيكو. نبدا من الكلاسيكو الاصلي، مباراه ريال مدريد وبرشلونه. خلينا متفقين ان بشكل شبه رسمي برشلونه يودع دوري الابطال من دور المجموعات للسنه الثانيه على التوالي. السنه اللي فاتت كان في اعذار، واللعيبه كانت على مستوى اقل من المستوى بتاع الموسم ده، وكمان تشافي كان لسه ماسك الفريق وكانت الدنيا متلخبطه شويه. طب السيزون ده بقى انت عملت انتقالات وتدعيمات ممتازه جدا لفريقك، ايه اللي يخليك بقى انت كبرشلونه من الفرق الكبيره قوي في اوروبا تخرج من دوري ابطال اوروبا من بدري قوي ومن دور المجموعات؟ حاله من الياس والبؤس تسيطر على كل ما هو كتالوني، فلازم بقى انت كفريق برشلونه ولاعبي برشلونه تصالح جماهيرك. بس ثانيه واحده، خلي بالك ان المصالحه مش هتيجي من مباراه ريال مدريد. اه عارفين قيمه الكلاسيكو وقيمه المباراه، وقد ايه المباراه دي فيها عدوانيه كبيره ما بين الفرقتين، واللي بيكسب المباراه دي بمثابه بطوله، ولكن جماهير برشلونه مش عايزه مكسب في مباراه واحده. جماهير برشلونه بتطمع في اي لقب متبقي خلاف دوري ابطال اوروبا، فلازم اولا وبدايه تكسب بالدوري الاسباني لو عايز تفرح جماهيرك، وكمان تعمل حاجه بالفلوس اللي اتصرفت في الميركاتو. طيب ده حديثنا عن برشلونه. اما بقى ريال مدريد وانشيلوتي اللي مش هيتنازلوا تماما عن صداره الدوري الاسباني وعن اي بطوله عامه بيشارك فيها الميرينجي، حتى لو بالدماء سيحضروا اي بطوله لكل ما هو ميرينجي جميل. ريال مدريد افضل بكتير عن برشلونه في الفتره الاخيره، بس غياب كورتوا عن المباراه اللي خلاص بقى رسمي كورتوا مش هيلحق مباراه الكلاسيكو، غيابه عن المباراه دي هيعمل ازعاج كبير جدا لانشيلوتي وفريق ريال مدريد. لكن انت كريال مدريد عندك خط دفاع قوي جدا عكس برشلونه تماما اللي ما عندوش دفاع اصلا، وكمان برشلونه جريح وجاي عايز يكسب المباراه. ريال مدريد مش هيسيب له المباراه ومش هيسيب له صداره الدوري الاسباني. من الاخر كده ماتش صعب فيه التوقعات، صعب تتوقع مين هيكسب، وصعب تتوقع القراءه الفنيه الكامله للمباراه. انا من وجهه نظري ان الفرقتين هيقدروا يسجلوا اهداف خلال المباراه، ولكن صعب قوي احدد لك مين الفريق اللي هيكسب. كل اللي عليك دلوقتي انزل في الكومنتات وتوقع نتيجه مباراه ريال مدريد وبرشلونه. طيب الكلاسيكو الجديد وديربي انجلترا، ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الانفيلد. ليفربول يبحث عن انتفاضه، والبحث ياتي امام مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي بيدوس على اي منافس قدامه، عايز يلحق الارسنال قبل ما يغفله وياخد لقب الدوري. ليفربول دفاعيا ضايع زيه زي برشلونه، مانشستر سيتي عايز الصداره زيه زي ريال مدريد. ماتشين او اتنين كلاسيكو لهم نفس العناوين. المهم بقى ان جوارديولا مريح هالاند وفودن لمباراه الانفيلد ومباراه ليفربول. بس تعالى خد لك معلومه كده على الماشي، فان دايك من ساعة ما بدأ مسيرته مع ليفربول وهو ما خسرش ولا مباراة على ملعب الانفيلد، ومن وجهة نظر كده هي دي هتكون الخسارة الأولى لفان دايك على ملعب الانفيلد. وخد لك معلومة كمان، إن يورجن كلوب هو أكتر مدير فني قدر يكسب على جوارديولا، لأن كلوب بيعتمد على الضغط العالي وإن هو يقطع منك الكرة من قدام. وقبل كده مانشستر سيتي في حكاية البناء من تحت كان كواليتي اللعيبة مش هو، ما كانوش بيقدروا يطلعوا الكرة بشكل صحيح من تحت. بس الحكاية دي دلوقتي اتظبطت وكل حاجة في السيتي بقت كاملة متكاملة، وكمان الضغط اللي ليفربول كان بيتميز بيه اختفى تماما الموسم ده. وليفربول وكلوب لو ما قدروش يضغطوا بشكل كويس ويعطلوا الهجمه من بدايتها لمانشستر سيتي، هيواجهوا صعوبه كبيره جدا في المباراه، واكيد شباك ليفربول هتستقبل اهداف كتير جدا. ما تنساش بقى توقعك للماتشين، ماتش ريال مدريد وبرشلونه وماتش مانشستر سيتي وليفربول. وبكده عزيزي المشاهد تكون خلصت حلقتنا، بس اوعى تخرج الملعب، خليك معانا فاتح واعمل شك في القناه، عايزين نوصل القناه ل 1000 مشترك قبل كاس العالم. لو عجبك الفيديو حط لايك للفيديو وشير الفيديو لكل اصحابك. دمتم في امان الله.